بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنعمل حسبة سريعا كده مع بعض واحدة بواحدة. لو انت عايز تحضر سيلفر نانو كومبوزيت، يعني عايز تحضر فضة على سطح مادة تانية، وليكن مثلا اكتيفيتد كربون، زنك اوكسايد، مش عارف اي ويست، عن اي حاجة، يعني اي مادة انت هتكون الفضة على سطحها عشان انت عايز تعمل عينات نانو كومبوزيت. فتعال نتخيل مع بعض كده السيناريو الاتي ونحسبه مع بعض بالراحة. انا هجيب ماده اسمها اكتيفيتد كربون، ماده كربون نشط، يعني مش هي... لو انت مش عارفه مش هيفرق معاك قوي. هتجيب زنك اوكسايد، هتجيب كبر اوكسايد، اي ماده من الابحاث اللي انت شايفها قدام منك. المهم في الاخر الماده دي جاهزه متحضره باودر، وانت عايز تحط الفضه فوق سطحها، ترسب الفضه على سطحها. عايزين اكتيفيتد كربون اهو، اختصار اي سي. معانا سيلفر نيتريت ومعانا صوديوم بروهيدرايت. عايزين نحضر عينات سيلفر على سطح الاكتيفيتد كارب. العينات دي المشرف طلبها منك كالاتي: اولا كل عينه منهم على الاقل تبقى 4 جرام معاك، لازم يكون معاك 4 جرام من كل عينه، لان هم دول اللي هينفعوك في الكاركترايزيشن وفي التطبيق بتاعك، ويخلوا معاك كميه منهم كمان لو المحكم طلب منك حاجات زياده او كده. يبقى انت كل عينه منهم معاك فيها 4 جرام. قال لك ما تنساش ان انت عندك عينتين كنترول، عينه فيها اكتيفيتد كربون بس، عينه فيها اكتيفيتد كربون لوحده من غير اي فضه عشان اجرب، وعينه فيها فضه بس من غير اي اكتيفيتد كربون عشان اجرب. وبعد كده بنحط بقى، بنسحب على بعض عشان نشوف مين احسن نسبه فضه فوق الاكتيفيتد كربون. فقال لك معاك عينتين كنترول، وقال لك انا عايزك تحضر لي 6 عينات من سيلفر على سطح الاكتيفيتد كربون. اول واحده تكون 1 ويت بيرسنت، الثانيه 2 3 4 5 6 ويت بيرسنت، ده اسمه سيلفر لودنج، تحميل الفضه، يعني حمل الفضه فوق الاكتيفيتد كربون قد ايه. خلاص طيب، انت دلوقتي الاكتيفيتد كربون ده لازم تحجز منه كميه عندك عشان تقدر تحضر منه العينات اللي هو طالبها منك دي كلها، ولازم تروح تجيب الملح بتاع الفضه، تروح تجيب منه كميه عشان تبتدي تحضر منه. التجربه بتتحضر ازاي؟ يعني الطبيعي بيتحضر ازاي؟ الطبيعي ان انا بجيب في بيكر ولا فلاسك، زي ما انت شفت بقى في الفيديوهات اللي فاتت، في فلاسك مثلا او في بيكر، بحط ملح الفضه واضربه في ميه وانقط عليه صوديوم بروهيدرايت عشان اطلع عليه الفضه. التجربه اللي بعد كده هجيب اكتيفيتد كربون، هجيبه هو اللي ذوبه في الميه، هو مش هيدوب طبعا، هو هعلقه في الميه، بس احنا هنقولها ان احنا بنحطه في الميه يعني. وبعد كده نحط معاه الملح بتاع الفضه اللي هو السيلفر نيتريت، ونقلبهم كويس الاثنين مع بعض، وبعدين ننقط عليهم بالصوديوم بروهيدرات. لما تنقط عليهم ايه اللي هيحصل؟ الصوديوم بروهيدرات دي هتكسر البتاع ده وتكون الفضه. الفضه وهي بتتكون هتلاقي الاكتيفيتد كربون معاها في الميه، هتقوم مريح عليه كده ومتكون على سطحه، فيبقى كده وتمسك فيه، فيبقى الاكتيفيتد كربون ماسك على سطحه الفضه. وهكذا واحده واحده مع التجربه، كل شويه اكتيفيتد كربون وهي عماله تلف كده في الميه تلاقي شويه فضه بيتكونوا، هيبقوا ماسكين على سطحهم، دول ماسكين على سطحهم، دول ماسكين على سطحهم، فيعملوا حاجه اسمها سيلفر لودد على اكتيفيتد كربون، يعني متحمل على اكتيفيتد كربون، او سيلفر ديكوريتد اكتيفيتد كربون، يعني الاكتيفيتد كربون ده متزوق بالفضه فوق منه، كانك مزوق منه فضه كده. زي مثلا يعني اللي هم في الحلويات مثلا لما بيحط مثلا حاجه فوق التورته او فوق الحلويات او كده، بيحط قطعه شوكولاته، بيحط حاجه كانه بيزوقها، فكان الفضه دي بتزوق الاكتيفيتي كربون يعني، بيسموها كده يعني. خلاص طيب تعالى نحسب، انا عايز اعرف هحجز قد ايه كميه اكتيفيتي كربون معايا، وهروح اجيب ملح فضه قد ايه عشان اعمل التجارب دي كلها. اول حاجه انا عندي عينه كنترول الاولانيه محتاجه 4 جرام اكتيفيتي كربون زي ما هم، هو المشرف قال لي مش عايز عليه اي فضه، دي عينه كنترول. تاني عينة هحضر 4 جرام سيلفر بس من غير أي أكتيفيتد كارب، فهروح أحط في المحلول، هحط كمية اي جي ان او 3، وهحط عليهم انقط عليهم صوديوم بروهيدرايت عشان اطلع في الاخر 4 جرام فضة زي ما هم بس من غير اي اكتيفيتد كاربون. سؤالي بقى دلوقتي، لو انا عايز اطلع 4 جرام فضة احط قد ايه سيلفر نيتريت؟ انت اتهريت في السؤال ده قبل كده خلاص، يعني طلعت عينك انا في الفيديوهات اللي فاتت عشان تعرف تحسب السؤال ده، قلت لك خلاص 1 مول يطلع 1 مول، فانت العلامات الاستفهام دول تعرف تعملهم خلاص، تقدر تطلع. عايز تطلع 4 جرام فضة، روح شوف انت محتاج قد ايه ملح منه. اتفقنا؟ طيب تعالى نشوف العينات بقى اللي متحمله، العينات اللي فيها حمل نعمل ايه؟ دلوقتي انا بقول لك لو انا عندي اكتيفيتد كربون وفضه هيطلع لي العينه بتاعتي، عينه متحمله فيها فضه واكتيفيتد كربون. انا بقول لك ان انا عايز الحمل 1 ويت بيرسنت، دي اول عينه اهي 1 ويت بيرسنت. معناها ايه كلمه 1 ويت بيرسنت دي؟ معناها ان لو العينه بتاعتك 100 جرام يبقى فيهم 1 جرام فضه متزوقين كده على السطح، والباقي 99 جرام من الاكتيفيتد كربون. طب اذا كنت انا بقول لك ان انا عايز العينه في الاخر تبقى 4 جرام، المشرف عايز يطلع 4 جرام في الاخر، ال 4 جرام دول هيبقى فيهم قد ايه فضه وقد ايه اكتيفيتي كربون؟ طرفين في وسطين، 4 في ده على 100 تطلع 4 من 100، 4 في ده على 100 يطلع الباقي اللي هو 3.69. يبقى انا لما اجي اعمل التجربه دي اعمل ايه؟ اروح اجيب 3.96 جرام من اكتيفيتي كربون احطهم في الميه، وبعدين احط معاهم ملح الاي جي ان او 3، وبعدين انقط عليهم بصوديوم بروهيدرايت، وأقلب كويس علشان يتكون معايا 4
من 100 جرام من الفضة فوق سطح الكمية دي، فيعمل لي 1% اللي أنا عايزه. طيب هنعملها في صورة جدول اهي، احنا الجدول ده هنكمل عليه الجدول بتاعنا. السامبل رقم واحد، واحد ويت بيرسنت، أنا محتاج 3.96 جرام الأكتيفيتد كاربون، محتاج يطلع معايا فضة 4 من 100 جرام. لو أنا عايز أطلع 4 من 100 جرام فضة، أروح أجيب ملح فضة قد إيه؟ دي برضه حسبة سهلة، أنت تعرف تحسبها، واحد مول يطلع واحد مول، روح احسبها. يبقى تروح تجيب الرقم ده بالجرامات تذوبه في المية وتحط معاه الرقم ده من الاكتيفيتد كاربون، وبعدين تنقط عليهم صوديوم بور هيدرايت، هيكون لك ال 4 من 100 جرام من السيلفر دول على سطح البتاع ده، هي دي ال 1%. اتفقنا؟ طيب العينه اللي بعدها نحسبها ازاي؟ سهله خالص، نفس الفكره بالظبط. انا عندي عينه 2%، يعني كل 100 جرام من العينه يبقى جوه منهم 2 جرام فضه متزوقين و98 جرام من الاكتيفيتد كاربون، طرفين في وسطين برضه. يبقى هيطلع معايا 8 من 100 جرام، وهيطلع معايا الرقم ده، اروح احطه في الجدول زي كده. انا محتاج 3.92 ومحتاج 0.08 جرام فضة عليهم، اروح احسب انا محتاج ملح فضة قد ايه، وهكذا. افضل اجرب 1% 2% 3% 3%، هي هتبقى نفس الفكرة، كل 100 جرام 3 منهم فضة و97 اكتيفيتد كارب، 4% 5% 6% نفس الفكرة، كل 100 جرام 6 جرام منهم فضة و93 جرام معلش انا اسف، دي 94 بقية المية، 94 جرام من الفضة، خلاص وهكذا. يبقى انا كده عندي برضو طرفين في وسطين، وهكذا. افضل بقى املى الجدول ده كله طول ما انا ماشي كده. لما تخلص كل الحسابات دي هتعرف انت محتاج قد ايه اكتيفيتد كاربون تحجزه على جنب، 4 زائد 0 زائد الارقام دي كلها تخليهم معاك على جنب. ولما تخلص الارقام دي كلها هتعرف انت محتاج تشتري قد ايه ملح فضه، او تحجز قد ايه كميه ملح فضه وتخليهم عندك. وبعدين تعمل بقى كل عينه من دول، تمسك مثلا، تعال نمسك العينه دي رقم واحد، زي ما قلت لك هتروح تجيب كمية ملح الفضة دي تذوبه في مية، وبعدين تحط معاك كمية الأكتيفيتي كربون دي، وبعدين تبتدي ترصب بالصوديوم برو هيدرايد، يطلع لك 4 من 100 جرام فضة على الكمية دي. الكمية دي على الكمية دي هي اللي تعمل 1%، اللي هو الحمل 1% بالوزن اللي احنا طلبناه في فوق، هو اللي المشرف طلبه منك فوق، هو ده 1 ويت بيرسنت نسبة تحميل الفضة، وهكذا. لو انت كان عندك اكتيفيتي كربون، لو كان عندك زنك اوكسايد، لو كان عندك اي حاجة تانية بتحمل على سطحها فضة، نفس الفكرة. لو انت كان عندك بتحمل زيرو فالنت ايرون على سطح اكتيفيتد كربون، نفس الفكره ونفس الحسبه. كل اللي هيفرق معاك ان انت المعادله بس بتتغير، شوف ملح الحديد قد ايه هيطلع كميه حديد، واحد مول غالبا هيطلع واحد مول برضه غالبا يعني، لكن برضه على حسب ملح الحديد. شوف كده الملح وشوف المصدر بتاع الحديد عامل ازاي، ووزن المعادله بتاعتك وشوف كم مول هيطلع كم مول، نفس الفكره بالظبط. لو انت كنت بتحضر زيرو فيلنت زنك، زيرو فيلنت كبر، زيرو فيلنت كروم، اي حاجه، في الاخر واحد، نفس الفكره، بتحملها على سطح ماده، وده اللي يساعدك ان انت تحضر عينات جديده وعينات مبتكره. لو انت عندك مثلا الفضه بتنفع في التطبيق بتاعك والزنك اوكسيد بينفع، حضر فضه على سطح الزنك اوكسيد، وهتلاقي ناس كتير عاملينها بنسب مختلفه زي ما انت شايف كده. برضه نفس الجدول اللي انت شفته ده، وامشي بنفس الطريقه ونفس الخطوات، احجز كميه ملح معينه، واحجز كميه اكتيفيتد كربون او زنك اوكسيد او السبورت بتاعك زي ما انت عايز، واعمل الكميه دي عليه، واعمل نسب مختلفه، وجرب في التطبيق بتاعك، يمكن تلاقي ان 3% دي احسن نسبه، مديلك اعلى نتائج في التطبيق، ممكن تلاقي 6% احسن، ممكن تلاقي التطبيق عمال يزيد، فبعد ما تحضر 6% تضطر تحضر 8% و10% و12%، لانه عمال يتحسن، عمال يزيد، عمال يبقى اعلى، وهكذا. اتمنى تكون فكره واضحه. برضه لو لقيت بحث فيه نسبة لودينج ولقيت فيه مشكلة أو عايز تحسب برضه، إن شاء الله ابعت لي ونحاول نحطه إن شاء الله مع جزء إكسترا، أو نعمل له فيديو مخصوص إن هو، ربنا يسهل بإذن الله. شكرا.